السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله سنتعلم طريقة اختيار فرخ مناسب للدريساج واش نعرفه بأنه في صحة جيدة أو لا. أول حاجة كنشوفوها هو الصوت ديالو، كان كيهضر بسلام، يعني الفرخ في صحة جيدة كيقدر أنه يغوط. ثاني حاجة هو كنهزو الفرخ بحال هكذا، كنشوفو هو سخون واش بارد، واش موفر له الحرارة ديالو اللازمة ولا لا. ثاني حاجه هو الفرخ ملي كيكون مثلا في العمر بحال هذا ديال 14 يوم او 15 يوم، كيكون الريش بدا في النور في الجسم ديالو كامل، يعني ماشي قرع من شي بلاصه او عنده نقص تغذيه او شي حاجه بحال هكذا. ثاني حاجه كنشوفو الجني وحد ديالو، اللهم بارك تبارك الرحمن، واش كنطلقوهم كيعاود يجمعو. ها انتم اللهم بارك ما شاء الله، يعني فرخ في صحه جيده. كنقلبو نشوفو الكريشه ديالو، هانتوما اللهم بارك، صفا ونضا والالبينو عين حمراء. وخلي معايا شي لايك وشي كومونتير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.